بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى مقبرة رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، هو بيقول لي فايند ذا توتال كوست تو ذا نيرست سنت. يعني عايز يقول لك لو طلعت إيه المسألة فيها مثلا ديسيمال بعمله للسنت. طيب هنا بيقول لي إيه؟ $18 بريكفاست، يعني واحد مثلا كل بريكفاست $18 وعليه 7% تاكس. قالوا له بقى ايه، في ضرايب على ما طبعا في بيجي مع الفاتوره او المنيو بيجي معاها ضرايب على الحاجه، يعني خدمه سيرفيس كلام زي كده. طيب فتاكس دي ضرايب بتتزود، طالما تاكس يبقى بلس. هنا التيبس برضو بتتزود، لو يعني انت هتدي بقشيش، انت بتحلق مثلا هير كات $20 وهتدي بقشيش، ده بيتزود على ثمن الفاتوره. الديسكاونت بقى الوحيد اللي بتخسر، كلمة اوف او ديسكاونت هي دي اللي خاصة. فانا هعمل ايه؟ انت بتقول لي $18 بريكفاست. طيب وبعدين 7%، طب نحسب التاكس الاول. التاكس هم حاسبها ازاي؟ هم عامل 17 اوفر 100 وعاملها تايمز ايه؟ تايمز خلي دي ايه 18 اهو. طيب انا اقوم عامل ايه؟ هصغر الرقم ده خليه يبقى اسهل شوية 20 عشان ما تعبناش في عمليات الضرب، خليه مثلا $40 بريكفاست. أو ايه اللي هيحصل؟ اهو هيجي مثلا هيقوم عاملها تايمز الايه؟ ال $40 اللي هو ثمن الفطار. هنعمل بقى ايه؟ لو لاحظت انا الزيرو ده ممكن يتشال مع الزيرو ده، وهعمل 4 تايمز 17، يعني انا صغرت خليت الرقم سهل بس على ما نفهمها، يعني 4 تايمز 17، 4 تايمز 7 28، 8 اند كاري اب 2، 4 تايمز 1 4 ومعانا 2 يبقى 6. طب وفي تحت 10، ال 10 دي معناها نعمل بوينت بعد 1 ديجيت، يعني التين الموجوده تحت دي معناها نعمل البوينت بعد وان ديجيت. ده كده التاكس اللي هو هيدفعها. هو بيقول لي تو ذا نيرست سنت، يعني الايد دي خليك على ايه؟ على يكون فيها ايه؟ طيب تو ذا نيرست سنت المفروض ان انا احول المساله لسنتس، يعني ايه؟ ال $6 اصلا بيبقوا يعني من الاخر كانك هتعملها تايمز 100، كانك هتعملها تايمز 100 عشان تحولها لسنت. طب انت لو عملت دي تايمز 100 هتلاقي البوينت اتحركت رقمين، جت هنا بقت 680. ده كده انا حولتها لسنت، يبقى هو هيدفع 680 سنت في الايه؟ في الاكل. طيب وال $40 التكلفه الكليه بقى، $40 دول يعتبروا لو انت ضربتها في 100 ضربتها تايمز 100 هتديك 4000 عشان احولها لسنت بقى، ما هو عاوزها تزنس سنت. طيب يبقى ده 4000 بلس 680 هيديني 4600. طب لو ما كانش قال بقى موضوع ايه تو ذا نيست سنت، كنت انا اقول التكلفه $40 مع خدمه اللي هي التاكسز اللي هي الضريبه 6.8، كنت اعمل 40 بلس 6 اديني 46.8، بس كانت تبقى الانسر بايه؟ بالدولار. طيب هل اعتبر اللي بعديها ان هو ما قالش تو ذا نيرست ايه سنت ونحسبها بالدولار وخلاص، مش تبقى اسهل. هنا $20 هير كات، يعني حلق شعره ب$20 ودفع 10% بقشيش تبس، خلاص ال 10% هحسبها اهي عاملها تايمز 20. اصلا الزيروز دول هيتكنسلوا مع الزيروز دول، 1 تايمز 2 2، يبقى هو هيدفع $2 بقشيش، هو اصلا حالق ب 20 وهيدفع $2 تبس، يبقى هيدفع $22. دي التوتال كوست. طيب تعالى بقى صاحبنا ده اشترى عربيه كار ب $8000 بس الراجل اداله 20% اوف، هنحسب برضو 20% اللي هي 20 اوفر 100 نعملها تايمز 8000. سو انا الحين دخلت، انا الحين دخلنا بحسبها تايمز 8000 بعد كده طيب ادي 20% اوف، هتحسب ال 20% تايمز ال 8000، ايه اللي هيحصل؟ التو زيروز دول هيتكنسلوا مع التو زيروز دول، اتفضل لك 20 تايمز 8، 20 تايمز 80 هتحسب زيرو، تنزل التو زيروز دول وبعدين تعمل 2 تايمز 8 16. طب ده كده ديسكاونت، ده عامل له ديسكاونت، ديسكاونت ده نقصه من الفلوس، يعني العربيه ب $8000 $8000 الراجل هيشيل له منهم 1600، فيبيعها له بكام كده؟ 0 ماينس 0 0 0 ماينس 0 0 0 ماينس 6 مش نافعه، بقوله من ده يبقى ده 7 وده 10، 10 ماينس 6 4 7 ماينس 1 6، يبقى هيبيعها له ب 6400، يبقى في التاكس هو بيزود عليه المبلغ والتيبس بيتزود على التكلفه، لكن في ال بتعمل بلس يعني، لكن في الديسكاونت كاننا بنعمل ماينس. ده باختصار الموضوع ده.